باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتأمل مع بعض في المزمور 23. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضرا يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبيل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزياني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأس ريا. إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. لما نشوف بداية المزمور، داود النبي يشوف رعاية الله لنا. الله يرعاني، الرب يرعاني، ورعاية ربنا هي مربوطة بتحقيق القصد الإلهي فينا. يعني الله يرعانا لأنه يريد أن يحقق قصده الإلهي فينا، يحقق الخلقة فينا. هو خلق الإنسان واداله أحسن حاجة هي صورته، صورة الله، وأراد له أن يكون المثال على الأرض، أي أن يتشبه به. وبالتالي التشبه بالمسيح الإله المتجسد هو في الحقيقة إدراك رعاية الله لنا. وبالتالي أنا لما نيجي نشوف أن الرعاية، رعاية الله مربوطة بالنمو الداخلي، مربوطة بالإنسان الداخلي، مربوطة بالإدراك الإنساني لعمل الله فيه، مربوطة بالملء في المسيح. وبالتالي رعاية الله مش مربوطة فقط بالأمور الأرضية، مش بس أن الله يرعانا في أنه يعطي للإنسان قوتا. الله يعطي للإنسان قوتا، الله يعطي أكثر مما نطلب أو نفتكر. ربنا بيرعى كل إنسان، يرعى كل إنسان مش بس على الأرض، ولكن يرعاه في كل ظروف الحياة إلى الأبدية. وبالتالي رعاية ربنا مربوطة أساساً بتحقيق هذا القصد الإلهي فينا من أجل خلاص الإنسان ووصوله إلى الأبدية. بالتالي لو الناس شافوا رعاية ربنا بس مربوطة بتحقيق رغباتهم الأرضية، اللي كلنا لنا رغبات كتير إنسانية أرضية، ولكن لو شفنا فقط أن رعاية الله مربوطة بس بتحقيق الرغبة الإنسانية، نخطئ ضد الله نفسه، لأنه قصده الإلهي لابد أن يتم فينا. وتحقيق هذا القصد الإلهي يعطي للإنسان فرحا. وبالتالي هنا رعاية الله مربوطة بالخلاص، مربوطة بأن الإنسان يحيا معه إلى الأبد. ولأنه رعاية ربنا لينا هي مربوطة برعايتنا إلى الأبد، نرى خيرا ورحمة إلى الأبد كل أيام حياتنا وإلى الأبد. إلى الأبد هنا هي الحياة الأبدية. بالتالي إدراك فرح الخلاص هو إدراك رعاية الله لنا. ولما الإنسان بيدرك رعاية الله لي، يشعر بالإطمئنان، يشعر بالسلام، يشعر بالنعمة التي له، وبالتالي يشكر الله. وبالتالي هنا رعاية ربنا لينا وإدراكنا ليها مربوطة أيضا بإدراك الإنسان لهذه النعمة اللي ربنا بيديها له، وهذه النعمة اللي ربنا بيديها له تتحول في داخل قلبه إلى شكر لله. وهنا فرح تحقيق القصد الإلهي فينا. صحيح فرح الله بالإنسان التائب والراجع إليه هو فرح زي ما عبر عنه الكتاب، أنه السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 الذين لا يحتاجون إلى توبة. هي رعاية لله لينا. وبالتالي الله يبحث عنك،
الله يبحث عنك في جهلك، الله يبحث عنك في ظلمتك، الله يبحث عنك في خطيتك، الله يبحث عنك في ميلانك إلى الشر، الله يبحث عنك لأنه يريدك، لأن رعاية الله هي مربوطة بتحقيق القصد الإلهي فينا، وبالتالي هي رعاية مفرحة. لما بيرجع الإنسان ويدرك فرح الله في حياته، يدرك قد إيه إنه بيرجع إلى الأحضان الأبوية، هنا يشوف رعاية الله لنا. رعاية الله لنا أيضا هي مربوطة بالسلطان، بسلطان الله لينا. إدركنا أننا ننتمي إلى إله قوي له السلطان على كل شيء، إدركنا أننا ننتمي، لنا كياننا في المسيح، لنا كيانا في القادر على كل شيء، كياننا في الذي له السلطان على كل الأشياء فوق كل الزمان، له سلطان على الهاوية والموت، له سلطان على كل. وبالتالي هنا الإنسان الذي يشعر برعاية الله له، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، هو يدرك تماما أن حياته مربوطة، لأنه ينتمي، لأنه في هويته وكيانه الإنساني مربوط بربنا القادر على كل شيء. وبالتالي هذه القدرة هي بتعطي للإنسان اطمئنان. يعني المسيح يأتي إلى الرسل وهم في ضيقة عظيمة، في نوء عظيم والبحر هايج، ولكنه يأتي إليهم ويقول لهم أنا هو، لا تخافوا. رعاية ربنا لما تكون في وسط نوء عظيم، في هيجان شديد، هيجان العالم عليك، ارفع عينيك واطلبه هو، وهو يأتي إليك ويقول لك أنا هو، لا تخافوا. حينما الإنسان يحتاج في حياته، زي المرأة التي في صرفة صيدا تنظر إليه، الرب راعيها فلا يعوزني شيء، وتثق فيه، فتبص تلاقي ربنا هو الذي يرعاها. ربنا لما نظر إلى مذلة شعبه وراح يكلم موسى ويقول له هلما الآن أرسلك إلى مصر، رأيت مذلة شعبي. الله يراك، يرى في ذلك، الله يراك، يرى في محنتك، يراك في محنتك، ويراك في ضيقتك، يراك في عوزك، يراك في طلبك، يراك في انشغالك، يراك في حيرتك، الله يراك، فهو يرعاك أيضا. لا يرى فقط، إنما يرعى، ينقذ، يرفعك. وعشان كده مهم جدا إن احنا حينما ننظر إلى رعاية الله لنا، ننظر إلى الرب الراعي الذي له السلطان، له كل السلطان، وبالتالي لا تخاف شيئا، لا يعوزك شيئا، لأنه رعاية الله هي كاملة، رعاية الله شاملة، رعاية الله مبهجة، رعاية الله تنمي الإنسان، ترفع الإنسان. وطول ما احنا شايفين أن الله هو الذي يرعى، الله هو الذي يرعى، الله الذي يحفظ، الله الذي يحمي، الله الذي يعطي، ده كله بيخلي الإنسان من داخله يشكر ويشعر بالرضا، يشعر بالإطمئنان وهو في حياته مع ربنا. رعاية ربنا أيضا لنا هي رعاية مملوءة عجبا. لابد أن الإنسان يرى العجب في رعاية ربنا، لأنه كل مرة أنت تحتاج إلى شيء، هو يسدد هذه الاحتياجات بطرق مختلفة عن طرق البشر. رعاية ربنا هي رعاية خاصة به هو، لأنه هو الذي يعطي، ويعطي بعجب بطرق مختلفة. يعني من كان يظن حتى ولو في الخيال أن الله عشان ينقذ شعبه يفتح طريق في البحر؟ عجب، الله يعطي رعايتهم المملوءة عجبا، ينزل لهم من السماء، ويعطيهم ماء من الصخرة، يشفي أمراض، يعطي لهذه المرأة كيل الزيت والدقيق لا تفرغ، المرأة التي لها ابنان وعايزين ياخدوهم للبيع من أجل أنها تدفع الدين، وإليشع النبي يأتي إليها ويخلي هذا الزيت لا يفرغ، وتبيع الزيت وتسدد الدين
وأيضا تحيا بكرامة أولاد الله. عجب، الله يعمل عجبا في سد احتياجات أولاده. التلاميذ لما كانوا مع المسيح وبعدين قضوا 3 أيام مع المسيح، والمسيح يقول لهم أعطوهم ليأكلوا، وهنا احتياج ليس لنا 5 خبزات و2 سمكة. الله يصنع عجبا من أجل أنك تدرك أن الله هو الذي يرعاك. الله هو الذي يرعاك، هو الذي يبارك، يبارك في القليل ويخلي 5 خبزات و2 سمكة تشبع 5000 رجل ما عدا النساء. هو الذي يبارك ويعطي، يعطي عجبا، يفتح أعين العميان، يقيم الموتى، يشفي المرضى. الله يصنع عجبا، ما لا يستطيع الإنسان أن يصنعه الله يرعاك لأنك تطلبه. أطلب الله فتحيا قلوبكم، فتحيا نفوسكم، تحيا حياتك كلها بعقل ناضج، ناضج لإدراك محبة الله. وبالتالي هنا رعاية الله مملوءة عجبا. ننظر إليه يسكت الريح، يخرج شياطين. هو يصنع معك الآن كل هذا العجب إذا بس نظرت إلى الله وركزت نظرك فيه. هتبص تلاقي حياتك كلها مملوءة عجبا، 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 لأن الله صانع كل هذه المعجزات، لأن له هو السلطان على كل الأشياء. رعاية الله أيضا لينا مملوءة حكمة نحن لا ندركها. قد نسيء فهم الله في إبطاؤه في تسديد ما نطلبه. كتير من الأوقات نطلب طلبات وعايزينها دلوقتي وعايزينها بطريقتنا، لكن رعاية الله لينا لأنه يرعاك، لأنه يريدك في الأبدية، لأنه مربوطة هذه الرعاية بتوبتك، مربوطة بحياتك الأبدية. فهو ينظر إليك مش بس أنه يعطيك ما تحتاج إليه، ولكن بالأكثر أنه يعطيك حكمة لكي ترجع إليه، يعطيك حكمة لترجع إليه لكي تستمتع بهذه الأبوة الروحية. في مثل الابن الضال، احتاج الابن، هذا الابن التائب احتاج أن يأكل من الخرنوبة الذي تأكله الخنازير. هو ربنا هنا ما بيرعاهوش، ربنا بيرعاه، وكانت رعاية الله له من أجل توبته، وهنا رجع إلى نفسه. فأي فرح للإنسان حينما يرجع إلى نفسه، حتى وإن تألمنا، حتى وإن تألمنا في طريق التوبة، إنما فرح التوبة وفرح الرجوع لا مثيل له، لأنه فرح الرجوع إلى الأحضان الأبوية. عشان كده ربنا رعايته لينا مربوطة بالتوبة، مربوطة بتوبة الإنسان. فهو يرعاك من أجل خلاصك، يرعاك من أجل رجوعك. رعاية ربنا أيضا مربوطة بإعلان مجده، بإعلان مجد الله لنا. عشان كده ممكن يدخل دانيال النبي إلى جب الأسود لغاية ما يوصل للجب ويترمي في الجب، والكل يقول أنه خلاص انتهى دانيال، ولكن الله يرعاه، الله يرعاه، بس مش بيرعاه هو بس، إنما يرعى كل الشعب، مملكة مادي وفارس اللي كانوا يضطهدوا أولاد الله. وهنا الله يريد أن يرعى دانيال، ويريد أن يرعى الشعب أيضا. ويوصل الملك ويبص إلى جب الأسود وينادي دانيال، ودانيال يقول له عش أيها الملك، الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. وهنا تتغير كل الظروف المحيطة بهذه المملكة، ومن أجل أنه يعلن الله مجده في هذه المملكة، والملك يعلن أن الجميع يكرموا ويمجدوا إله دانيال. الله يريد أن يتمجد بك، فحينما يرعاك، يرعاك أنت والذين حولك أيضا، يرعاك في ضيقتك، يدخلك في الضيقة من أجل مجد اسمه، ولن يمسك شيء.
تأكد من هذا، إن حتى إذا ألقيت في جب أسود لن تمسك الأسود لأن الله يرعاك. بس ثق في الله، ثق في رعاية ربنا. حتى إن دخلت إلى أتون النار، الذين يلقون ثلاث فتية في أتون النار يحترقون، أما ثلاث فتية الذين دخلوا في الأتون كان لهم بردا وسلاما، كان لهم هذه الرعاية. الله يرعاك، الله يرعاك في أتون النار، ويرعاك في جب أسود، يرعاك في عوزك. ولكن حينما يرعاك يرعى معك أيضا الآخرين، لأنه يريد أن يعلن مجده، إعلان مجد الله. الرب راعية يعلن مجده، الرب راعية يعلن كرامته، الرب راعية يريدك أن تأتي إليه، الرب راعية يريد أن يكرز بك. فهل تسمح له أن يعمل بك، يعمل فيك، يعمل من أجل اسمه القدوس؟ الله يريد أن يعمل بك، فهل تسمح له؟ بكل تأكيد رعاية الله مليانة أبوة. الله يحبنا لأنه أبونا السماوي، هو الذي خلقنا، فنثق في حكمته، في حكمته أنه هو يرعى يوسف الصديق، حتى لو هو طلب أنه ينقذه من أولاد من إخوته، ينقذه من الجب الفارغ الذي ألقي فيه، ينقذه من أنه يقتلوه. ولكن ربنا هنا يسمع، ينصت، يرى وينتظر، ينتظر على يوسف شوية، وياخده يوديه إلى مصر ويبيعه عبد. ويرى أيضا امرأة فوطيفار وافتراءها عليه، ينظر، يسمع، يرى كل ما يتعرض إليه وينتظر، وياخده السجن وينتظر عليه أيضا إلى أن يأخذه مرة أخرى إلى المملكة، ويكون هو الرجل الثاني في أرض مصر، ويشبع به الذين ظلموه، ويشبع به كل المنطقة، لأن يوسف كان رجلا حكيما، وكل ما يمتد إليه يده ينجح فيه، لأن الله يرعاه. الله يرعاك لأنه أبوك. فهو ينصت ويرى وينتظر في بعض الأحيان من أجل أن حكمته هي ترى ذلك. وإحنا المفروض علينا إيه؟ ننظر إلى الله وننتظر. انظروا وانتظروا، خلاص الرب يفتح لك في البحر طريقة. حكمة ربنا أيضا مليانة سلام. الله يريد سلامك، الله يريد سلامك الداخلي، وسلامك الداخلي في حياتك هي الرجوع إلى الله. رحلة أبدية يعطينا الله، هي رحلة رعاية إلى الأبدية يحملنا فيه. وبالتالي الرعاية ربنا مربوطة بإدراكنا لسر الخلاص، مربوطة بإدراكنا لسر الفداء. الله الذي يحبك، الله الذي يرعاك، تجسد من أجلك، صار إنسانا مثلك من أجل أنك أنت تحقق قصد الله، ويرجعك إلى الصورة والشبه مرة أخرى في المسيح يحملنا فيه. أخذ جسدنا الإنساني لكي يعطينا كرامة أبدية، أخذ إنسانيتنا وتواضع من أجل حبه لنا ليحملنا معه إلى الكرامة التي لا تفنى أبدا، يحملنا إلى حبه الإلهي. وبالتالي المسيح، الخلاص، الفداء، القيامة، بقيامته نحن قمنا فيه فأجلسنا معه في السماويات. رعاية ربنا لينا مربوطة بإدراكنا لسر الفداء، وتحيا فيه، تحيا بصورة هذا الراعي الصالح الذي يحبك ويريد لك الخير. وبالتالي حفظ وصية الله هي في الحقيقة هو حفظ محبة الله لنا، أن تدرك هذه المحبة، أن تدرك رعايته. حتى وإن تألمت لابد أن كل الذين يعيشون بالتقوى يضطهدون. طب ما أنت ممكن تعيش حياتك في تعب، ولكن الله يعلن لك محبته في ابنه الوحيد الذي مات من أجلك. فنظرتك إليه واتحادك بالمسيح واتحادك بحياة تقوى باستقامة، إدراك محبة الله ليك، هتحفظ وصاياه
والذي يحفظ وصاياه يحبه ويأتي إليه ويصنع معه عنده منزلا. فربنا عايز يقيم منزلا في داخل قلبك. وتخيل أن ملك الملوك ورب الأرباب يدخل إلى هذه النفس في قلبك الداخلي ويقيم منزلا، يصنع عرشا لله في داخل قلبك. وبالتالي هذا العرش الإلهي في داخل قلبك يصيرك مقدسا، يصيرك قدس أقداس، ويصيرك أيضا بلا عوز. الله لا يتركك معتازا. الله الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، لا يعوزني شيء أبدا. داود النبي نفسه اللي قال هذا المزمور قام عليه ابنه وطرده من المملكة، واستخبى داود النبي وكان في ضيقة عظيمة، ولكن الرب يرعاه عشان كده لا يعوزه شيء، ويرده مرة أخرى إلى مملكته ويعطيه أيضا اسما أبديا لأنه اتكل عليه. انظروا إلى الأيام القديمة، هل اتكل على الرب أحد فخزي، أو سأل ربنا على حاجة فخجل؟ أبدا، ربنا بيعطي لكل إنسان لأنه يرعانا، لأنه أبونا السماوي. الشفاء مربوط برعاية ربنا، يريد أن يشفي نفسك الداخلية. عشان كده رعاية ربنا بتتجسد معنا كل يوم من خلال أسرار الكنيسة. رعاية ربنا لنا واضحة جدا في أسرار الكنيسة، علشان نتعمد علشان يعطينا هذه البنوة، وندهن بالميرون علشان يعطينا هذا مسكنا لروح الله ويسكن فينا روح الله القدوس، ويعطينا سر الإفخارستية من أجل أننا نتحد به، ويعطينا سر مسحة المرضى من أجل شفائنا. الله يريد أن يشفيك، ويعطينا سر التوبة والاعتراف عشان يردنا مرة أخرى إليه، وهكذا يعطينا ويعطينا ويعطينا. في سر الزيجة يعطينا أن يتحد الاثنان ليكونوا بيتا لله في داخل حياتهم الإنسانية الداخلية أولا قبل الصورة الظاهرة. وهكذا حينما يضع الإنسان في قلبه خدمة الله، الله ينظر إلى داخل قلب الإنسان، وربنا يختار إنسان علشان يقول له أرسلك لتخدم، فيعطينا سر الكهنوت. عشان كده عمل الله في داخل قلب الإنسان من أجل التوبة، من أجل الحياة الأبدية، من أجل إدراك الخلاص، من أجل تحقيق قصد الله فينا، من أجل إدراك محبة الله الأبدية، من أجل إنسان كامل. الله يرعانا من أجل تحقيق قصده في إنسان كامل. الله يريد أن يحضرك إليه كاملا بلا لوم، علشان كده يرعاك، يرعاك في ضيقتك ويرعاك في فرجك، يرعاك في حياتك الداخلية ويرعاك في حياتك الخارجية. ربنا يعطينا أن ندرك رعاية الله ونفرح بها، لأنها رعاية أبدية مملوءة فرحا ومملوءة كرامة لكل إنسان. ربنا له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.